السمن متقطع بشكل مبسط كده، هو ان احنا بنحاول قدر الامكان نقلل ايه افراز الانسولين في الجسم، فبناكل في مواعيد محدده وما بين العشاء والفطار بنحاول نخلي ايه فتره كبيره قوي بدون اكل. يعني مثلا لو هندي مثال ان احنا مثلا بنفطر ونتغدى ونتعشى في خلال 8 ساعات، وما بين العشاء والفطار 16 ساعه صيام بدون اكل خالص عشان نمنع افراز الانسولين في الفتره دي كلها. وطبعا ما بين الوجبات الرئيسية في الغالب ما بيبقاش فيه أكل أو وجبات بسيطة.